انا من اسوان. اول سنه في الكليه حبيت ان انا انزل ارسم في الشارع، عشان انا بالنسبه لي الشارع زي معرض مفتوح في اسوان. فشاركني في القرار ده زميلي علي عبد الفتاح، هو دفعتي في الكليه. فبالفعل نزلنا ان احنا ننزل نرسم في الشارع سنه 2011، يعني بالتعاون مع مجلس المدينه والمحافظه، لان دي طبعا مشاركه مجتمعيه مهمه جدا. وحبيت ان انا ادخل في اسوان، يعني دي حاجه كنت بتمناها، يعني ادخل في اسوان فكره ان الفنانين ينزلوا يرسموا في الشارع، يبقى عندهم مطلق الحريه ويطلعوا ابداعاتهم بس بناء على فولكلور البلد. يعني مثلا النوبه ده شيء اساسي جدا ومهم جدا للبلد، والسياحه كلها مقيمه عليه يعتبر. يعني مهم جدا ان احنا نبين فولكلور البلد ونبين الاثار بتاعت البلد، سواء اسلوب اثري البلد او اسلوب اثري الفراعنه. نزلنا من 3 ايام، وده اول كشك نزلنا نشتغل عليه، او اول محاول كهرباء هنا في اسوان على كورنيش النيل. طبعا مع التعاون مع شركات دهانات، وحبينا ان احنا نجرب تيست في الاول، بحيث ان احنا نشوف هل فعلا هتدي انطباع حلو جدا عن البلد ورد فعل الناس. اللي شدنا ليها ان الكشاك كتله مربعه في مساحه فراغ، فحبينا ان احنا نحط في كتلة الفراغ دي حاجة حلوة جدا، ألوان مبهجة من ألوان البلد، تساعد على الطبيعة، تساعد تدي بهجة شوية